أعزائي المشاهدين، برحب بكم في لايف جديد على صفحات اليوم السابع. تحياتي لكم، عبد الله صلاح من محافظة أسوان. يعني لو هنتكلم على درجات الحرارة والطقس في محافظة أسوان، فمحافظة أسوان لازالت بتشهد طقس حار خلال فترات النهار، مائل للبرودة خلال فترات المساء. يعني درجات الحرارة بتبلغ العظمى 37 درجة والصغرى حوالي 21 درجة. عايزين نوضح لحضراتكم من محافظة أسوان، يعني منذ الفترة الحالية وهي لم تشهد أي تغييرات في حالة الطقس، لم تشهد سقوط أمطار أو يعني سحب أو غير ذلك من التقلبات الجوية التي شهدتها محافظات الوجه البحري. طقس أسوان يمكن يعني كما هو معروف هو طقس مائل للحرارة، خلال فترات النهار لطيف ومائل للبرودة خلال فترات المساء. يمكن درجات الحرارة قلت نسبيا خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع اقتراب دخول فصل الشتاء، ولكن لا يزال الطقس مشمس طوال فترات النهار. يعني كثير من المواطنين يفضل النزول والتنزه خلال فترات المساء أو خلال الفترات الأولى للمساء في محافظة أسوان، نظرا لوجود طقس مشمس كما ذكرنا طوال فترات النهار. يعني كثير من المواطنين أيضا يتنزهون في مختلف المتنزهات التي المشهورة في مدن محافظة أسوان. من هنا من مدينة أسوان، وتحديدا احنا أمام منطقة جبل أبو الهوى. هذا الجبل الذي يعد منطقة أثرية مفتوحة للزيارة، يمكن للكثير من المواطنين التقاط الصور التذكارية عليه أو أمامه، سواء على كورنيش النيل في مدينة أسوان. وهنا يوجد أيضا العديد من البواخر السياحية التي ترسو في مدينة أسوان. مدينة أسوان أو محافظة أسوان زي ما احنا عارفين إن هي خلال فترة الشتاء بتشهد طقس معتدل، طقس لطيف خلال فترات النهار، بارد خلال فترات المساء، وده خلال فصول أو خلال أشهر الشتاء. وهذا ما يميز طقس أسوان ويجذب عدد كبير من المواطنين لزيارة مدينة أسوان أو مدينة الأقصر أو غيرها من مدن الصعيد خلال فصل الشتاء، والتي تشهد طقسا معتدلا غير متغير بخلاف محافظات الوجه البحري التي تشهد خلال فصل الشتاء سقوط أمطار وأمطار رعدية وبرق وغير ذلك من تقلبات الطقس. أعزائي المشاهدين، يمكن على ذكر الموسم السياحي، فإن الموسم السياحي في محافظة أسوان بيبدأ بالتزامن مع فصل الشتاء، يعني مع حلول فصل الشتاء بيبدأ الموسم السياحي من شهر أكتوبر ويمتد في ذروته خلال شهر يناير وفبراير، وينتهي في بنهاية مارس وشهر أبريل. هذه الفترة هي أكثر فترات الموسم السياحي في محافظة أسوان وجنوب مصر، اللي بتشهد إقبال كبير من السائحين سواء من مختلف دول العالم
أو من السياحة المحلية من محافظات الوجه البحري. أسوان بتتمتع بالعديد من المزارات السياحية، ولعل أبرزها خلال الفترة الأخيرة هي البيوت النوبية غرب النيل في مدينة أسوان، واللي شهدت خلال الفترة الأخيرة رواج كبير عن طريق زيارة عدد كبير من السائحين سواء من داخل مصر أو خارجها، اللي بيفضلوا البيوت النوبية باعتبارها طبيعة خلابة خالية تماما من الملوثات البصرية والسمعية والصناعية، يعني بيئة نظيفة تماما، بيوت نوبية ملونة بتطل على نهر النيل، يعني هناك الكثير ممن يستمتعون بالطقوس النوبية والعادات والتقاليد التي توارثوها من الأجداد، ويلتقطون الصور التذكارية سواء أمام البيوت الملونة أو مع التماسيح التي يربيها البعض في النوبة داخل البيوت كنوع من التراث والعادات التي توارثوها من الأجداد، كما ذكرنا باعتبارها مصدر للقوة. هناك أيضا العديد من المزارات السياحية في مدينة أسوان كالحديقة النباتية، والتي تضم أكثر من 720 نوع نبات نادر على مستوى العالم. هناك أيضا المتاحف، فهناك متحف النوبة ومتحف النيل الذي تحول إلى المركز الثقافي الأفريقي، بالإضافة إلى المعالم الأثرية وهي معابد فيلة ومعابد كومومبو وإدفو ومعبد أبو سمبل جنوب أسوان. وهناك أيضا المزارات الأثرية والسياحية مثل المسلة الناقصة والسد العالي والجولات السياحية في نهر النيل المميز في مدينة أسوان. أعزائي المشاهدين، يعني كانت هذه هي جولتنا في محافظة أسوان وطقسها خلال الفترة الحالية. نشكركم أعزائي المشاهدين، كنت معكم من أسوان عبد الله صلاح.